موجز لأهم الأنباء من قناة النبا أهلا بكم قالت وكالة بشرة الإخبارية أن قوات سرايا الدفاع عن بنغازي أعلنت المنطقة الممتدة من سلطان غربا وحتى مدينة بنغازي شرقا منطقة عسكرية خاضعة للتحركات العسكرية التابعة للعملية وقال مصدر من سرايا الدفاع عن بنغازي لقناة النبا أن خمسة من مقاتلي السرايا جرحوا في قصف طائرات ميليشيات حفتر غربية بنغازي المصدر أوضح أن طيران ميليشيات حفتر العمودي كثف قصفه على مواقع سيطرة سرايا الدفاع عن بنغازي بمنطقة الرقطة مشيرا إلى أن القصف استمر أربع ساعات أكد المصدر حفاظ قوات السرايا على مواقعهم التي سيطرت عليها منذ يومين استشهد المقاتل بسرايا الدفاع مغازي ابراهيم فوز الشيخ في قصف طيران ميليشيات حفتر صباح اليوم على منطقة رقطة أحد أفراد عائلة الشيخ أفاد النبى بأن الشيخ آمر لمجموعة بسرية السابع عشر من فبراير التابعة لسرايا الدفاع عن مغازي مشيرا إلى أنه أصيب مرة في اشتباكات مع ميليشيات حفتر منذ بدء المعارك في المدينة أفاد مصدر طبي من مدينة بنغازي بمقتل ثلاثة من مليشيات حفتر وإصابة اثنين آخرين بمحور وسط البلاد نتيجة إصابتهم بمقذوف هون، المصدر أوضح أن القتل والجرحى من منتسبي كتيبة الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيات حفتر مؤكدا أن من بينهم متطوعون للكتيبة من خارج مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه تم نقلهم خارج المدينة فور تلقيهم للإسعافات الأولية. قالت الشركة العامة للكهرباء إن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خارجة عن إرادتها داعية كافة المواطنين للوقوف يدا واحدة والمساهمة في التخفيف عن الشبكة العامة من خلال المساهمة في ترشيد الاستهلاك. وعبرت الشركة في بيان لها عن أسفها لهذه الانقطاعات المتكررة. هذا وتتواصل الاحتجاجات في بعض مناطق العاصمة طرابلس تنديدا بالانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي المحتجون أغلقوا عصر اليوم بعض الشوارع الرئيسية في طريق الشطب العاصمة طرابلس جزئيا الجدير بالذكر أن مدينة طرابلس تتعرض لساعات طويلة من طرح الأحمال تجاوزت عشر ساعات يوميا نهاية الموجز إلى